بالتأكيد لازم أسألك عن مباراة الأهلي والترجي نهائي أفريقيا، شايف المواجهة دي إزاي يا كابتن أحمد، وشايف إيه المطلوب من الأهلي في المباراة دي، ونصيحتك إيه للاعيبي النادي الأهلي في هذه المواجهة؟ الترجي يعني المنظومة اللي المدرب بتاعهم بيلعب بيها هي منظومة دفاعية، يعني حتى الماتشات اللي على أرضهم في ماتش صن داونز اللي اتفرجت عليه وجوه وبره ما كانش مستعجل على المكسب على أرضه، مطول الماتش الأولاني ودي غريبة يعني، والماتش التاني يعني بيشتغل بالتوتال ال 180 دقيقة الماتشين على بعض، مش فاصلهم عن بعض على أرضي وبره أرضي. ولازم الاهلي يحط في دماغه الموضوع ده، يعني مدرب الاهلي يحط في دماغه الموضوع ده، لان هو ما بي على ارض بقى انا بنزل بندافع وبضغط من قدام وطول الماتش على اساس ان انا اعمل نتيجه، لو ما بيعملش كده هو بيشتغل بالسيستم واحد، هو الهجمات المرتده، الدفاع القوي والهجمات المرتده. عشان كده صن داونز كان وهما بيدافعوا بشكل منظم، و يعني حته التكتل الدفاعي عندهم، بس عندهم بقى بلس عندهم المرتدات بيعملوها بشكل كويس، صح صح، والكور الثابته خلي بالك، فيعني الاهلي يعني بيبقى عامل حسابه ان هو بره الماتش في الترجي هيبقى الماتش بنفس شكل اللي هيلعب بيه في القاهره، فلازم يبقى التكتيك كولر واخد باله من الموضوع ده يعني. بالتاكيد. هل شايف ان ممكن يحصل اي مفاجآت في تشكيله النادي الاهلي، ولا شايف التشكيله التقليديه المتوقعه العاديه؟ يعني هو طبعا الطبيعي ان انا التشكيله اللي فيها انسجام اخر ماتشات الاهلي بيأدي بيها ما هو ده اللي هبدا بيها، يعني ما فيهاش اي مشكله، بس هو القصه كلها ان انا يعني بفضل الناحيه اليمين، يعني اسمه عمر كمال ابو احجه. بس هم للاسف مش هيلعب مع الاهلي عشان مش مقدم، عشان ما انا بقول لك عشان كده كان هيبقى ماشي بشكل كويس اخر ده، فدي بقى القصه يعني. للاسف انه مش هيبقى موجود للاسف، بس محمد هاني ماشي بشكل كويس برضه يا كابتن احمد، من اللعيبه ماشي كويس، بس هو من النواحي الدفاعيه عمر بقى افضل. شايف الاهلي ليه افضليه في المباراتين؟ شايف الاهلي ليه افضليه في النهائي الافريقي الموسم ده، ولا شايف ان المنافسه بين الاهلي والترجي 50-50؟ طبعا في منافسة قوية، لأن الفرق خلي بالك ما تستهنش من فرقة الترجي، لأن فرقة الترجي بتدافع كويس منظمة، يعني بيدافعوا بشكل كويس وبيلعبوا هجمة مرتدة، ودي شكل من أشكال الكورة الحديثة برضه خلي بالك، يعني اتفرجت على ماتشات ريال مدريد الأخرانية طبعا في بطولة أوروبا بيشتغلوا بنفس النظام ده، فيعني ما بيسيبوا الاستحواذ بشكل كبير جدا، بس هو في الآخر عندهم ناس بتعمل لهم التحولات بشكل، فلازم الاهلي ما يطمعش في اللقاء اللي بره، حتى لو لقى الفرقه ساب لها الاستحواذ ويبقوا دايما الكوره معاهم، يبقى في تغطيه دفاعيه يعني يدافعوا الكوره معاهم بشكل كويس، يعني عشان الضغط العكسي الترجي بيعمله كويس. صحيح.